شارك عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظات الإخوة الأقباط في احتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قام وفد من المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد يضم علماء من الأزهر الشريف ومنطقة الوعظ بتهنئة أسقف كنائس الوادي الجديد، مؤكدين أن مصر وطن يستوعب الجميع لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار. على جانب آخر، أكد المسؤولون والمشاركون أن تلك الفرحة التي تعم البلاد تعد تجسيدا لعظمة الوطن الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده، مشيرين إلى أن مصر ستظل دائما رمزا للأمن والأمان والمحبة بوحدة شعبها بكافة أطيافه. وكعادة شعب وأهل محافظة جنوب سيناء، القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والمشايخ والعواقل بالكامل، احنا النهاردة في ضيافة الحبر الجليل أبونا أبولو الأسقف جنوب سيناء وراعي الكنيسة الأرثوذكسية في جنوب سيناء. بالحقيقة تعامل راقي، محبة، سلام، تسامح، حب، لقاء كان بيشمل كل هذه المعاني. صورة تعودنا عليها كل عيد بتدخل البهجة وبتبين محبة بعضنا البعض في القلوب شكلها ايه، وبتبين صورة جميلة لمصر وصورة للعالم كله قد ايه المحبة، قد ايه مصر أرض تشيل الكل وتسع الكل، وقد ايه سماء مصر وجو مصر وطقس مصر، وخصوصا احنا هنا في جنوب سيناء وشرم الشيخ نتميز بالسياحة الدينية ونتميز بالسياحة الترفيهية. احنا دايما الحمد لله متواجدين مع اخواننا الاقباط في الوادي الجديد، يعني دايما النهاردة احنا جالي نيافة الانبا بحيث بنهنيه ونهني اخواتنا الاقباط بعيد ميلاد المجيد، وده زي ما سيادة الرئيس كل حريص على هذه المناسبة، كذلك السادة المحافظين وكل المسؤولين دايما بيتواجدوا مع اخوانهم الاقباط في كل المحافظات لتهنئتهم بالعيد والوقوف على بعض المشاكل اللي حلها وهكذا. احنا النهاردة بنشكر نيافة الانبا على بأمانة على دعمه الكامل وتواجده معنا في كل المناسبات، سواء في المناسبات القومية او المناسبات الدينية. نقول لهم كل عام وانتم بخير، وهذا يمثل اننا كلنا يدا واحدة، مسلم ومسيحي كلهم يدا واحدة، ويبين لنا مفهوم التعايش السلمي ان البلد مصر هي بلد الامن والامان وبلد السلم والسلام. جئنا لننقل تحايا وتهنئات وتبريكات فضيلة الامام الاكبر وعلماء الازهر الشريف لقداسة البابا طوادروس ونيافة الانبا ارسانيوس اسقف الواحات، كما تعودنا على التواصل الدائم فيما بيننا. عيد الميلاد هو عيد يجمع الجميع، يجمع المسيحيين والمسلمين، وكلنا شايفين التلاحم اللي موجود. وأنا بشكر سيادة اللواء محمد الزملوط على محبته وعلى مشاركته دايما لينا في جميع المناسبات وجميع الأعياد. الأعياد بتبقى فرصة لأن احنا نتجمع في فرحة كبيرة جدا حوالين مناسبة سعيدة زي مناسبة ميلاد السيد المسيح. ربنا يحفظ بلادنا العظيمة مصر ويحفظ كل قيادتها دايما في سلام وفي حفظ الله، وتحيا مصر إلى الأبد. اليوم ده بالنسبة لنا يوم سعيد جدا، بننتظره من السنة للسنة، يمكن بنشوف ناس ما شفناهاش بقالنا فترة، يمكن ده التجمع السنوي بتاعنا، لكن المحبة اللي موجودة بين والشعور الموجود بين سواء المسلمين أو الإخوة المسيحيين في محافظة بورسعيد شيء يعني طبعا مش محتاجين ندلل عليه، لان ده حياتنا اليوميه بنعيشها. بيغلفنا المحبه، كلنا النهارده متجمعين عشان نقول لبعض كل سنه وانتم طيبين في اطار محبه. احنا هنا بورسعيد نسيج واحد مهما كل المحافظات، بس بورسعيد ليها طابع خاص قوي ان احنا كلنا عيله واحده.